شو هو الجينيتيف باللغة الألمانية؟ ما هو الجينيتيف باللغة الألمانية؟ شو يعني هذا الشيء؟ هو حالة إعرابية أو كازوس باللغة الألمانية مثل النوميناتيف، أكوزاتيف والداتيف، وهلأ منزيد عليه إنه الجينيتيف. فهو من أهم القواعد لمستوى البي أينز باللغة الألمانية. فإذا بدكم تستفيدوا من كل دقيقة من هذا الفيديو، تشوفوا كيف أمثلة على الموضوع، تابعونا للآخر واشتركوا بالقناة وخلينا نبلش. اوكي جينيتيف، جينيتيف من ديفينيتم ارتكل. اول شيء رح نبلش بالديفينيتم ارتكل، ودا ديمونستراتيف ارتكل او اسماء الاشاره يعني. اوكي ديمونستراتيف ارتكل بنبلش بالديفينيتم ودا بالديمونستراتيف ارتكل. اول شيء بحاله الماسكولين عندنا اول كلمه اللي هي بتريبسرات، عندنا هذا النوميناتيف، هذا النومن. فالبتريبسرات معناته مجلس العمال، مجلس العمال. شو بياخد؟ دير، دير لانه ماسكولين، دير بتريبسرات. وكون عم نحكي انه ديفينيتيم ارتكل فبدي استعمل دير. اوكي هلا بنرجع بنروح على الانديفينيتيم ارتكل. طب الدير كيف بتصير بحاله الجينيتيف؟ دين، دين، ناين. فالش، بتصير ديس، ديس، دير بتصير ديس بتريبسرات. طب شو قصدهم بالديمونستراتيف ارتكل اللي هو ديز؟ نحنا بنقول ديزا بالنوميناتيف، ديزن بالاكوزاتيف، ديزم بالداتيف. اما بحالة البتريب، بحالة الجينيتيف بتصير ديزس. بيرفكت، ديزس، ديزس بتريبسرات. هل بتضل النومن مثل ما هو الاسم؟ لا، بدنا نزيد اس بالاخر. دي ديس ودا ديزس بتريبسرات، بتريبسرات. هلا بنجي على حالة النويترال، يا يعني سنة. نحن بنعرف بالنوميناتيف داسيا، بالاكوزاتيف داسيا، بالداتيف ديم يا. وان ام جينيتيف كيف بتصير؟ سوبر جيماخ، ديس اوخ، ديس في ماسكولين، ماسكولين ديس اند ديزس. بيرفكت، ديزس يا. هل منزد لأس بالاخر؟ اشتمت، منزيد ل اي اس، يارس، نشت ياس، يارس، يارس، ديس يارس، ديزس يارس. يتست ام فيمينين، فيمينين يعني بالمؤنث. عندنا الكلمة هي بتريبس فاينبارون، بتريبس فاينبارون يعني هو شو اسمه، مجلس للتشغيل، يعني بيجمعوا العمال بالشركة اوكي والموظفين وبيدرسوا كيف التشغيل. نوميناتيف دي، اكوزاتيف دي، داتيف اند دي اوخ، دي ام جينيتيف. سو دي بتريبسفعنبارونغ اند ديزا، يعني هون هذا، هذا مجلس التشغيل اوكي، او هذا المجلس العمال لنقول، او بالنيوترال هذه السنه، هاي معناته ديز، ديز. اوكي يتس ان بلورال ارايتون يعني التجديدات، تجديدات ارايتون، ارايتون. سو ان بلورال ارايتون شو بتاخد؟ دي ام نوميناتيف، دي ام اكوزاتيف، ون دين ان داتيف. يتست ام بلورال شو بنحط؟ دير، سوبر، دير ون ديزا، دير ون ديزا. هيدي كانت بحالة الدفينيتم
Artikel, indefinite Artikel. هلا بدنا نروح على indefinite Artikel. Los geht's. بالإم jetzt جينا على ال indefinitem Artikel und possessive Artikel يعني ضمائر الملكية. أوكي، أول كلمة يلي هي ضلت هي ذاتها يلي هي Betriebsrat، شو منحط هون؟ بإم nominative ein، accusative einen، داتيف اينن، und بالجينيتيف صح بدنا نحط اينس. اينس بتريبس راتس، und رح نستخدم unser. اوكي، كضمير ملكيه unseres بتريبسرات unseres. jetzt im nominativ auch eines. perfekt. وهون ما حنحط unseres. اوكي، يعني انه سنتنا. اوكي، eines يعني نقول، بس انه بينطبق علي اي ضمير ملكي، بس استقبل اسمه مش كتير ظابط على الضمير الملكي. اوكي، jetzt بالفيمينين بدنا نحط eine، طبعا بالداتيف eine وبالجينيتيف unsere. اوكي، بتريبسفاينبارون. بالبلورال طبعا البلورال ما عنده عين، يعني هون لا ما عنده انفينيت ارتكل، sondern gibt es auch hat possessiv artikel اللي هو لنقول unsere auch. انا ما عم بكتب unsere. Umbau arbeiten. تجديدات. فهي كانت بالنسبة للإندفينيتم آرتيكل والبوسيسيف آرتيكل. نفس الشيء auch beim dein و sein و ihr، يعني ده كل ضمائر الملكية نفس الشيء بينطبق، يعني ما بتتغير، بس انه عم يتغير الضمير، بس المبدأ تبعه هو ذاته. هذه كانت الجينيتيف، حالة الجينيتيف بالدويتش. ممكن الجينيتيف يتطبق على يكون مثلا عندك preposition مثل während من بعدها بيجي مثلا جينيتيف، فبتطبق الجينيتيف. ممكن شيء خاصه بالملكية بيعبر عن ملكية بتستعمل جينيتيف او، فاستعمالات الجينيتيف مش كتير مثل يعني مثل الداتيف والاكوزاتيف. اوكي، هذا هو كان الدرس، وإن شاء الله يكون عجبكم الدرس. ما تنسونا من لايك وسبسكرايب، وإذا في أي سؤال بتكتبوه بالتعليقات. تشوس نستسمع.